السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة عن البيم تكنولوجي وي أبليكيشن. هنستعرض مع بعض التطبيقات اللي نقدر من خلالها نستخدمها للعمل عن بعد. مع حضراتكم محمد بدوي من بيم أريبيا. صناعة التشييد الحالية والمشاريع الكبيرة اللي أصبحت معقدة والتكلفة والجدول الزمني بتاعها بقى ضيق جدا، وكمية الكولابوريشن بقت سواء داخلية أو خارجية، وبقى في أوفرلود كبير جدا للإنفورميشن، وأصبحت في كتير مخاطر بتهدد هذه المشاريع، وبالتالي بعض المشاريع المعقدة ما بقاش من المناسب إن احنا نستخدم فيها التكنولوجيا التقليدية. الكرنت اندستري براكتس، معظم الشركات شغالة حاليا ان الاونر تيم والكونستراكشن تيم والديزاين تيم كل واحد شغال بمعزل الاخر، بيتبادلوا مع بعض الشغل سواء بارسال اللوحات عبر بالسيارات عبر الشحن او بالايميلات والاجتماعات بالطرق التقليدية، وبالتالي النتيجة أو المحصلة النهائية إن هو في بقى أصبح في تأخيرات محتملة و unexpected cost، تكاليف غير متوقعة، والعملية بأكملها هي غير صديقة للبيئة بسبب كمية الأوراق اللي بنستخدمها وكمية الغازات اللي بتطلقها عملية الشحن والتوصيل والتنقل بين الأطراف اللي كل واحد بيكون موجود في مكان. الكلام ده بيأثر على إنتاجية التشييد بشكل عام. في الشكل اللي باين عندنا هنا ان دي دراسة من الـ US Department of Commerce بتوضح انه على مدار من سنة 1964 تقريبا، كل الصناعات اللي هي بتعتمد على التصنيع اللي هي غير زراعية، معدل الانتاجية زاد فيها بنسبة 152%، بينما الـ Construction Industry الـ Productivity بتاعته قلت بنسبة 9%. وده الميزة اللي هو استخدمتها طرق التصنيع في تقليل الهدر وما يسمى حديثا باللين كونسبت. قلة الاعتماد على التكنولوجيا وفي تبادل المعلومات والمخططات ووثائق المشروع دي بتؤدي لتأخر الإنتاجية وسبب رئيسي في إعادة العمل في مشاريع التنفيذ، وده بالتالي بيأثر بشكل كبير على الإنتاجية. أهمية أو فوائد إن أنا أستخدم التكنولوجيا وبالذات تكنولوجيا البيم، إن أنا هقلل الريسك، هقلل المخاطر اللي ممكن تحصل لي، وهزود الأرباح، وهحسن بشكل كبير وهسرع من الإنتاجية. هقدر أوفر وقت، هقدر أقلل عمليات إعادة العمل أو الريورك، هقدر احمي المخططات نفسها ان هي تتحرق او تضيع او تتاثر بالميه. هحسن المسؤوليه، كل واحد هيكون عارف بالظبط ايه دوره وايه مسؤوليته في المشروع، وهحافظ على البيئه بتقليل كميه الاوراق اللي بنستهلكها. الانتجريتد بروجكت كولابوريشن هو الاسلوب الامثل المطلوب للفتره الحاليه في مشاريع التشييد عشان نحصل على نتائج أفضل. دي بيكون فيها كل التيم سواء تيم الأونر أو الديزاين أو الكونستراكشن بيشتغلوا مع بعض على كلاود واحدة وبيتعاونوا فيما بينهم. كل الأطراف بتكون كأنها جلسة في غرفة اجتماعات واحدة أو في على طاولة واحدة، وبالتالي الكل بيكون ليه أكسس على المشروع في نفس الوقت، وبالتالي نقدر نحصل على تأخيرات أقل وتكاليف أقل، والمشاريع هتكون صديقة أكتر للبيئة لأننا بنقلل العوادم الناتجة عن الشحن وبنقلل استهلاكنا للأوراق، وكمان هنحصل على higher quality building. المشاريع هتكون تتسلم وتطلع بجودة أعلى. البيم ببساطة هو عبارة عن سمارت كومبوزيشن للأوبجكت والإنفورميشن. يعني عشان يكون عندي بيم موديل لازم يكون عندي موديل 3D ومدموج معاه داتا. الداتا دي بنسميها انتجريتد داتا موديل، بحيث ان هو يكون موديل واحد او ملف واحد
بيكون فيه كل البيانات اللي انا محتاجها، سواء مواصفات او سواء مخططات او سواء مودلز او سواء ريبورتس او سواء سبريد شيت او اناليسز، كل الحاجات دي موجودة في مكان واحد، وبالتالي هو ده اللي بيديني السمارت كومبوزيشن. عملية المودلنج نفسها هي عملية مشاركة المعلومات عن المباني، وبتبدأ بعملية التنفيذ، تنفيذ خطة التنفيذ عن طريق الـ Common Data Environment. تبدأ بيه إن إحنا بنبدأ نعمل كرييشن للـ 3D Models، ودي بنقدر نستخدمها في إنها بتسهل عملية الـ Coordination والـ Simulation والـ Visualization، وبتمكن أو بتساعد الـ Owners والـ Service Provider على إن هما improve how building and infrastructure are planned, designed, built and managed. عشان نفهم اكتر ايه هو البيم اليمنت والاتريبيوت بتاعته، هنتخيل لو عندنا شباك، فدي كل البيانات وكل المعلومات اللي نقدر ندمجها مع بعض وتكون معانا في نفس الملف. يعني مثلا ده شباك عندنا ال 3D جيومتري بتاعته، الماتيريال والتكشر وشكله ازاي، الكوست والبارامتر واليو ار ال نقدر نضيف لها بي دي اف، والمانيفاكتشر انفورميشن والانستليشن مانوال، برودكت اي دي، يوزز، كونفيجريشن، المانيفاكتشر، الانبعاثات، ال CO2، البرودكت انفورميشن، اليو فاليو، البروبرتيز الخصائص بتاعتها، كل ده يكون موجود عندي لكل عنصر، وبالتالي نقدر نستخرج اي معلومة في الوقت المناسب. ده فيديو بسيط بيوضح بعض استخدامات البيم في الانتيريور عن طريق السمارت اوبجكت. السمارت اوبجكت وليكن بعض عناصر الفرش، بيكون عندي خصائص وامكانيات ان انا اقدر اتحكم في الشكل، اتحكم في المحتويات، اقدر اضيف جزء، اشيل جزء، اكبر، اصغر، كل الحاجات دي موجودة عندي في نفس المكان، وبالتالي اقدر اضيف اشياء او اطرح اشياء. كل البيانات عندي، المانيفاكتشر داتا موجودة عندي في اي وقت احتجت لها، ممكن لاي نموذج انزله واستخدمه في المشروع بتاعي. وليكن هنزل النموذج ده، نموذج لميكسر مثلا، هنزله ونحطه في مكانه المناسب، وبالتالي مش هيكون فيه اي تعارض لاحقا انه النوع ما يكونش مناسب او الفراغ مش مظبوط، وبالتالي كل شيء هيكون في مكانه المظبوط، والمعلومات عنه متاحة، كل المعلومات عنه متاحة، كل البيانات بتاعته. نقدر ندخل على الويب سايت للمصنع بتاعه، ونقدر كمان نستعرض التكنيكال داتا شيت بتاعته، ده كله في نفس المكان. نقدر التعديلات اللي بتتم زي ما قلنا بتشتغل على كل المساقط مع بعض، لأن كل الملف هو ملف واحد، وبالتالي أي تعديل بيحصل في السيكشن بيتطبق في 3D والواجهات والمقاطع، في كل المشروع كله هو ملف واحد. كمان بيتربط بالمواصفات او بيتربط بجداول الكميات، وبالتالي اي تعديل بيحصل في اي جزء من الرسومات او في البي كيو بيتعدل اوتوماتيك، لان كل الاشياء مربوطة ببعض. وليكن هنا عدلنا في الوزرة، عدلنا في الماتيريال بتاعتها، بتتعدل على طول. الريال تايم سبيسيفيكيشن على طول عندي كل التعديلات مربوطة ببعض، أقدر أستخدم التوصيفات، أطلع توصيفات للماتيريال، أطلع جداول كميات، أقدر كل الخصائص اللي أنا محتاجها أطلعها على طول وتكون عندي متوفرة بشكل مباشر. هنا وليكن هنطلع زي جدول كميات أو زي جدول إكسسوارات وليكن للحمامات، هنحطها كمان هتطلع بالشكل بتاعها زي في الليجند. طبعا اي تعديل سواء في جدول الكميات او في الرسم نفسه بينعكس ويتطبق على الشكل التاني او على الملف بشكل كامل. في حالة تعديلنا على اي عنصر في الرسم، وليكن العنصر ده هنحذفه، هيتحذف كمان من جدول الكميات. لما حذفناه اتحذف على طول من جدول الكميات، وبالتالي بيقدم لنا البيم مميزات كبيرة جدا.
البيم بيقلل الأخطاء وبيخلي التنبؤ بالكوست بشكل أكبر، وبيحسن الفهم أو الناس، وبالتالي خصوصا غير المتخصصين، يعني إن هم يقدروا يفهموا المشروع، وبيحسن السكيدجول وبيعمل أوبتمايز للديزاين. طبعا ليه خصائص أو فوائد كتيرة جدا نقدر نعمل منها 4D simulation و 5D simulation و cost control و quantity takeoff و structure analysis و ال client review and approval. خمس أشياء مهمة جدا استخدام ال digital construction يقدر يحسن لنا بيها المشروع. هي أول حاجة إني أقدر أحصل على البيانات من أي وقت في أي وقت وفي أي مكان من خلال موبايل اكسس للدرونج والكافة وثائق المشروع من على اي جهاز. الميزة التانية ان انا اقدر اعمل دوكمنت كنترول للريفيجن كمان. في بعض الدراسات بتشير ان 55% من اعادة العمل في الموقع بيكون بسبب انه اشتغل على مخططات غير صحيحة او ليست النسخة الاخيرة. فبالتالي البيم والبرامج الديجيتال بشكل عام اللي بتستخدم في صناعة التشييد تقدر تتعرف على عدد المراجعات دي، ريفيجن 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، ويقدر يقارن ما بينهم، ويقدر يعمل كاستمايزيشن من عدد الأشخاص والأدوار والمسؤوليات، إن هو مين هيقدر يشوف المخططات دي ومين لأ، ومين يقدر يعدل فيها ومين لأ، وبالتالي نقدر ندي بيرميشن كنترول ونحدد الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات. الريال تايم دروينج مارك اب دي ميزه مهمه جدا، ان احنا اي تعديل او اي ملاحظه بنحطها على الرسمه بتكون واضحه للجميع، وبالتالي فكل الناس بتكون شايفه المشروع، بتكون المعلومه واصله لكل الناس في نفس الوقت، الصوره واضحه اوضح لكل الناس، السكوب بيكون اوضح، تعقب المشاكل بيكون اسهل، وبنقدر نستخدم التطبيقات دي في عمل الـ RFI والسبميتال، وبيكون الكسب عام لكل المشاركين في المشروع. نقدر يكون معانا في الموقع سواء 2D أو 3D في السايت نفسه، نقدر ناخد التابلت أو الأيباد أو الموبايل، بتقدر نفتح عليها أي تطبيقات محتاجينها ونحصل على أي بيانات خاصة بالمشروع. نقدر نستخدم الـ 3D models في إيه؟ نقدر نستخدمها في الفيجواليزيشن والكلاش ديتكشن والموديل كوردينيشن وال4D موديلنج وال5D موديلنج. اول حاجه اللي هي الفيجواليزيشن نقدر نستخدمها في الديزاين والدروينج برودكشن، نطلع بيها الرسومات ونعمل بيها اظهار 3D ديتيلز السي جي اي والفيرتشوال رياليتي. الاوجمنتد رياليتي هي ان احنا بنستخدم تطبيقات مثلا بالجوال بحيث ان احنا نحصل على واقع معزز، يعني ان احنا نشوف في الواقع الحاجة دي هتكون ازاي، يعني نقدر لو عندنا ورقة عليها البلان مثلا نقدر تطبيق من الموبايل نشوف الثري دي هيكون ازاي، نقدر واحنا في الموقع نشوف او نتخيل نظهر الدكتات هتكون ازاي، كل الشغل هيظهر ازاي، وبالتالي دي بتحسن الفهم بشكل كبير وبتمنع اي تنفيذ بشكل خاطئ. ده فيديو بيوضح الـ Augmented Reality هنا باستخدام الموبايل، هيطلع له 3D، فبالتالي يقدر العميل يشوف، هو هنا طبعا بيلف الورقة، يقدر يتخيل الرسمة ويفهمها أكتر ويشوف المشروع هيطلع إزاي. وبالتالي دي من أحد التطبيقات المهمة جدا اللي بتساعد في فهم المشروع والتنفيذ بشكل صحيح، ونقدر ناخد موافقة المالك ونشركه معانا في البداية بشكل المشروع. أفضل كتير إنه بعد التنفيذ يجي المالك يقول أنا ما كنتش متخيل إن هي هتطلع كده، وبالتالي نحتاج نعدل ونكسر وتكلفة زيادة ووقت زيادة. الـ Virtual Reality كمان هي أحد الأساليب اللي بتمكننا إن إحنا نخلي أي شيء ممكن، أو نتصفح المشروع بشكل حقيقي كأننا موجودين فيه عن طريق استخدام بعض النظارات زي دي.
يقدر المهندسين والمالك وكل المشاركين في المشروع يعملوا فيرتشوال رياليتي لاستعراض البيم موديل. يعني دي صورة الاجتماع، كل المشاركين في المشروع بيتصفحوا المشروع عن طريق الفيرتشوال رياليتي. ده فيديو بيوضح ازاي نقدر نصدر الموديل 3D للفيرتشوال رياليتي، وازاي حتى نقدر نظهر بعض الاوقات المختلفة سواء الليل او النهار، نختار الوقت وبالتالي نقدر نحصل على دراسة ورؤية كاملة عن المشروع. هنا دي صورة الموديل 3D وهو بيتصدر لبعض التطبيقات عشان نحصل منها على الـ Virtual Reality. وهتظهر عندنا صورة لأحد الأشخاص وهو بيستكشف المشروع. هنا أحد الأشخاص ظاهر وهو ماسك الأدوات الخاصة اللي هو بيقدر يتحكم فيها ويتصفح المشروع كأنه موجود فيه بالفعل. الكلاش ديتكشن والموديل كوردينيشن، نقدر نحصل على كلاش افويدنس وكوست افويدنس، ونقدر نحصل على الديجيتال توين وفولي كوردينيتد 3D بروجكت. طبعا العمل الكوردينيشن قبل التنفيذ بيوفر وقت كبير وبيوفر كوست كبير جدا. نقدر من عن طريق احد البرامج نختار اي 2 تخصص ونعمل ما بينهم كوردينيشن، وبالتالي هيقدر يقول لي فين التعارض. ده فيديو بسيط لاحد التطبيقات من بيم 360 اللي هو جلو، اللي مسؤول عن الكوردينيشن. بندخل له 2 موديل وبالتالي نقدر نستعرض الموضوع في 3D، نشوف لو في اي تعارض، لو محتاجين ناخد اي مقاسات او اي ابعاد متاح عندي. ندخل على الجزء بتاع الكلاشنج، دي كل التعارضات، بيديني كل تعارض بمدى درجة خطورته، وبالتالي نقدر نتحكم في كل التعارضات وندرسها ونشوف المشاكل بتاعتها وكل الخصائص بتكون عندي موجودة. نقدر من خلال الايباد في الموقع او اي جهاز محمول عموما ان احنا نستكشف المشروع بشكل كبير ونتصفح كل العناصر الموجودة عندي في المشروع، وبالتالي ده بيسهم بشكل كبير في ان الامور تكون واضحة والتنفيذ يتم بشكل صحيح. احد الاهم المميزات هي زيادة البرودكتيفيتي والفابريكيشن. ده مثال لبعض المشاريع ان هم استخدموا التصنيع خارج الموقع وقلل بشكل كبير في الجدول الزمني حوالي اسبوعين، ووفر 110 ساعة و13% من الكوست الماتيريال، بحيث ان هم اخدوا قطاع وليكن ممر، اخدوا كل قطاع الخدمات اللي فيه وعملوا لها الرسومات وصنعوها بشكل كامل في المصنع، وجت وركبت في مكانها في الموقع، وبالتالي ده ادى الى تخفيض كبير في الوقت والانتظار الانظمة لبعضها ان هي تخلص واختباراتها. فبالتالي نقدر نستخدم الموضوع ده في توفير وقت كبير وكوست كبيرة في التشغيل. عن طريق ال 4D موديلنج نقدر نربط كل عناصر المشروع الموديل نفسه بالجدول الزمني، وبالتالي نقدر نحصل على 4D simulation، دراسة أو تحليل لمراحل تنفيذ المشروع، ونقدر نحصل على وقت معين وتاريخ معين ايه المرحلة اللي هتكون فيه. نقدر نستخدم البرمجة في عمل الأشياء المعقدة، وبالتالي لو احنا محتاجين لأشكال معقدة زي دي ناخد يقدر يطلع لي البانل، كل بانل ايه السايز بتاعها وايه المقاسات بتاعها وايه الأشكال بتاعتها، وبالتالي ان احنا نعمل حاجة زي كده كانت بتاخد بالطرق العادية وقت ومجهود كبير جدا، وبالتالي
نقدر نوفر كل الوقت والمجهود باستخدام بعض التطبيقات زي الداينامو في البرمجة، نحسن بشكل كبير الجدولة الزمنية وعملية الجدول الزمني بحيث ان هو يبقى مربوط ومعمول له اظهار لكل عنصر من عناصر المشروع. نقدر ان احنا في يوم معين نقدر نشوف الانتاجية بتاعتنا، في اي يوم من الايام نقدر نشوف ايه المطلوب مننا. نقدر نقارن كمان بين الاسبلت والاسبلانت، كان مفروض يكون كل ده متنفذ بينما ده متنفذش، وبالتالي المنطقة دي عندي كريتيكال ان هي متأخرة. ده فيديو بسيط بيوضح بعض البرامج اللي بتستخدم في ال 4D موديلنج وال 5D موديلنج، بحيث ان احنا نقدر ربطنا كل عناصر المشروع، كل عناصر الموديل بالبرنامج والجدول الزمني، وبالتالي بنقدر ناخد اي عناصر مثلا ونديها الوقت بتاعها ونربطها بالتكلفة والوقت، فيقدر يحصل المالك عندنا على تصور واقعي للمنشأ ازاي هيكون بعد وقت معين، في خلال مثلا في الشهر الثالث هيكون محتاج يكون الانتاجية وصلت لحد معين والكوست المطلوب منه يكون معروف بالنسبة له. هنا نقدر نربط البرنامج الزمني بال 3D موديل ونوضح بعض الخطوات. هنا بيظهر عندنا الوقت والتاريخ والداي والويك، ونقدر كمان نظهر التكلفة المرتبطة بالمرحلة. هنا بيظهر عندنا وضع ربط البرنامج الزمني بالبرنامج بالموديل بتاعنا، وهنا زي فيديو قصير بيوضح هنا عندنا الوقت والماتيريال والليبر كوست والماتيريال كوست والاكويبمنت والسب كونتراكتور، فبالتالي في كل يوم او في كل وقت يقدر المالك يعرف في مثلا في الشهر الثالث مطلوب منه الكوست كذا او هيكون الكوست كذا وهيكون الانتاجية كذا. الفور دي موديلنج هي من في تطبيقات كتيرة ظهرت بتاخد الموديل نفسه وتربطه بالتكلفة، وبالتالي نضمن انه في مرحلة التسعير ما يكونش عندنا اي عناصر مفقودة او اي حاجات منسية ما تسعرتش، لانه كمان بيتحدث بتحديث الموديل، يعني اي تغييرات بنغيرها في الموديل تنعكس على التكلفة، ونقدر نضيف كمان الليبر والماتيريال والاكويبمنت معانا في التكلفة، وبالتالي نحصل على تكلفة دقيقة ومربوطة بعناصر الموديل نفسه بشكل منظم ومرتب، وبالتالي تكون عندنا انتجريت بروسيس موجود فيها كل العناصر بمكوناتها بالإكويبمنت والليبر والماتيريالز، وبالتالي نقدر نحصل على تقدير دقيق. أحد البرامج اللي بتستخدم في مشاركة البيانات هي البيم 360، واللي من خلالها نقدر نشتغل عن بعد ونشتغل على المشروع من أي مكان. البيم بيمكن كل شخص من إنه يحصل على الداتا بتاعة المشروع في أي وقت وفي أي مكان من خلال الكومن داتا انفيرومنت، واللي بتكون سواء 2D أو 3D أو سواء جرافيكال داتا أو نون جرافيكال داتا مع الدوكيمنت، ودي بتكون عبارة عن بلاتفورم أو كلاود بيست، وهو موقع على النت فنقدر نفتحه من الجوال أو من على الكمبيوتر أو من على الأيباد أو من على أي جهاز، ونقدر نتحكم فيه مين اللي يقدر إن مانج اليوزر أكسس، وإن هو بنقدر نرفع عليه ملفات كتيرة سواء أوتوكاد أو PDF أو اي برامج احنا محتاجينها بنقدر نرفعها على الكلاود، وكمان بعض الكلاود بيكون فيها امكانيه ل3D موديل فيور. البيم ببساطه هو عباره عن مشاركه المعلومات والعمل توجذر، ان احنا كل الناس تشتغل مع بعض في نفس المكان، وبالتالي هنقدر نحصل على المعلومه الصحيحه في الشكل الصحيح
من الشخص الصحيح في الوقت الصحيح. أحد التطبيقات الكبيرة اللي شغال عليها أوتوديسك حاليا هي عمل كلاود، كونستراكشن كلاود، بيغطي تطبيقات لكامل مراحل المشروع سواء في الديزاين أو البلان أو في التنفيذ أو في الأوبريشن. وبالتالي بعض البرامج اللي هتكون في الكلاود هي اسمبلي وبيم 360 وبيلدينج كونكتد والبلان جريد. اسمبلي بشكل كبير خاص بمتابعة المشروع والسكيدجول ومتابعة الكوست والتحليلات وهكذا. بيم 360 هنتكلم عليه حالا، وهو بيقدم تطبيقات كتيرة بتستخدم في سواء الكوردينيشن أو التنفيذ أو الفيلد مانجمنت أو الكواليتي والسيفتي. بيلدينج كونكتد هو زي منصة كده بيكون فيها كل المقاولين، بتستخدم أكتر لربط محترفي صناعة التشييد بحيث إن أي شركة محتاجة تاخد عرض أو تحصل على بيد يعني من أي شركة تانية، بتطرح الشغل اللي هي محتاجاه، وبالتالي تقدر تحصل على عروض من بعض من كل الشركات اللي مهتمة بنفس المجال، وبالتالي تقدر تحصل على أفضل سعر وأفضل منفذ. فدي زي شبكة كده بتجمع كل المشتركين في صناعة البناء. بلان جريد هو تطبيق هنستعرضه برضه كمان شوية، بينظم المخططات وبيقدر يربط بين المكتب والموقع، ونقدر نتابع بيه الأعمال في الموقع ونتابع بيه المشروع من أي مكان. زي ما قلنا الأسمبلي بيشتغل أكتر على الديزاين ريفيو والكوانت تيك أوف والاستيميشن والسكيجول مانجمنت، والبيم 360 بيعمل كونكت للبيبول والبروجكت تيم والداتا عشان يقلل الريسك ويطور ويحسن الكواليتي ونخلي المشروع يتسلم في الوقت والتكلفة المحددة. البيلدينج كونكتد من خلاله نقدر نعمل سند انفيتيشن للبيد وكواليفاي فيندور، ونقدر نعمل تراك للاوبورتيونيتيز عشان نختار منها السبلاير الصحيح. البلان جريد برنامج بسيط يقدر يعمل كولابوريشن بالتيم بحيث انه يعمل ريكورد لكل مراحل المشروع. الشكل الحالي للبيم 360 هو عبارة عن منصة او موقع الكتروني تقدر من خلاله تدير المشروع بكل مراحله او بكل الخصائص اللي انت عايزه. يعني في جزء للدوكيمنت مانجمنت، في جزء للبروجكت مانجمنت، في جزء للكوست مانجمنت، في جزء للديزاين كولابوريشن، في جزء للموديل كولابوريشن، في جزء للفيلد مانجمنت اداره التنفيذ في الموقع، وفي جزء للانسايت كل التقارير عن المشروع. ده شكل البيم 360 دوكيمنت، واللي فيه بيتم اداره المخططات والوثائق. ده مثلا عندي من هنا بقدر اخد اتحكم في الجزء اللي انا عايزه سواء دوكيمنت او فيلد او كوردينيشن، ومن هنا عندي المشروع وهنا عندي الفولدرات. في مميزات كتيره في من هنا البروجكت سيلكتور، وهنا الفولدرز او السيت، هنا البلانز كل بلانات المشروع اللي بتكون بالشكل ده سواء اوتوكاد او بي دي اف او 3 دي حتى. هنا النافيجيشن بين العناصر، هنا اقدر اعمل على دوكيمنت سيرش لو محتاج ابحث عن اي وثيقه، وهنا كمان الدوكيمنت لوج والبابليش لوج. هنا كمان البروجكت فايلز، دي كل الفايلات بتاعتي اللي لو عايز اضيفها للمشروع. البيم 360 دوكيمنت هو كونستراكشن سبيسيفيك كلاود بيزد للدوكيمنت مانجمنت، نقدر نعمل من خلال الديسكتوب كونكتور لو عندي ملف فيه كل مخططات المشروع نقدر نربطها بالموقع بحيث ان هو اي تحديث هنا هيتعكس اوتوماتيك هنا والعكس، وبالتالي مش محتاج ارفع ملف ملف، لا انا هوصل بس الاتنين ببعض كده وهو هيرفع لي كل الملفات بترتيبها. بيتعرف كمان البيم 360 عندي على اللوحات، انا بمجرد ان انا ارفع له ملف واحد فيه مثلا 100 لوحة، هو بياخد اسم اللوحة من خلال التايتل بلوك او سي ار،
بياخد عندي اسم اللوحة ورقمها ويسمي اللوحة دي لوحدها باسمها ورقمها على الموقع. البرميشن نقدر ندي برميشن لكل شخص المسؤوليات والأدوار بتاعته. من خلال البيم 360 نقدر نقيس حتى من على البي دي اف، سواء في 2 دي او 3 دي، نقدر ناخد مقاس او مساحة لأي حاجة انا محتاجها. الهايبر لينك عندي ربط للمخططات كلها ببعض، وليكن انا موجود هنا، لو احتجت اروح للقطاع بضغط على القطاع بيفتح لي القطاع، فدي الهايبر لينكس اللي هي كل المخططات مربوطة ببعض. ولو عندي مثلا الجزء الاصفر ده فيه مشكلة هنا، بحط ان في مشكلة هنا واكتب كل البيانات الخاصة بالمشكلة دي، واقدر اعمل لها اساين لشخص معين ان هو يروح يتابع المشكلة دي ويحل الموضوع اللي موجود في المكان ده، وبالتالي كل المخططات مربوطة ببعض. اقدر اعمل 2D و3D ماركب في المكان ده في مشكلة عندي او في المكان ده مشكلة عندي، واكتب توصيف هنا واعمل لها اساين لشخص معين ان هو يتابعها او يحل الموضوع ده. بيقدر يتعرف عند البرنامج على الفيرجن كنترول، لو هي نفس الاسم بيقول لي ريفيجن 1 اترفع كذا وريفيجن 2 اترفع كذا في الوقت ده والتاريخ ده، وبالتالي هو دايما بيحط لي اخر ريفيجن، يعني اي ملف انا هفتحه هيكون لي اخر ريفيجن، ولو رحت على النسخة القديمة بيطلع لي عليها ان هي دي مش احدث نسخة. بس بقى بيقدر يقارن لي كمان بين النسخ دي لو انا محتاج اقارن بينهم عشان اعرف التغييرات اللي حصلت. الكومبير ريفيجن بديله ملفين يقارن ما بينهم، فبيقول لي الجزء ده اتغير، الجزء ده اتضاف، الجزء ده اتحذف، وبيلون لي العناصر عشان اقدر اعرف ايه اللي حصل على المخططات. كمان نقدر من خلال الابروفال ورك فلو ان انا ابعت المخطط للاستشاري والمالك واحدد في كام ريفيور، ريفيور 1 ريفيور 2، وبالتالي في سيستم موجود لعملية تقديم المخططات او تقديم الانسبكشن ريكوست في الموقع. كمان يقدر عند لو الاستشاري لازم يكون معايا متابع في نفس البرنامج، وبالتالي يقدر كل ملف مثلا يقول ان هو ده ابروف، ده ريجكتد، ده ابروف، وبالتالي يرجع عندي اللي اعتمده. وبالتالي هو السيستم دي كلها بتوفر انظمة لتحقق لي كل اللي انا محتاجه، بحيث ان انا اقدر استغنى عن الاوراق تماما في المشروع. ده فيديو بيوضح عملية أو برنامج الـ BIM 360 Document. دي بقدر أعمل أبلود لكل المخططات بتاعتي تظهر عندي بالشكل ده، أقدر أعمل لها ريفيو، وده الربط بين المشروع، أقدر أظهر بعض العناصر اللي أنا محتاجها، أدي بيرميشن لأشخاص مين يعمل أبلود ومين يعمل فيو ومين يعمل إيديت. من على الايباد او اجهزة الموبايل نقدر نستعرض هنا المقارنة بين تو ريفيجنز مختلفين. هنا بيقول لي العناصر دي اتعمل لها اضافة، العناصر دي اتعمل لها حذف. هنا نقدر نعمل مارك ابس لتعديلات او ملاحظات ويكون مكانها متوضح في اللوحة. هنا بكتشف المشاكل واراجعها، وكل مشكلة بيكون مكانها فين على البلان، والمقارنة بين المخططات والتغييرات اللي حصلت عليها. التطبيق الثاني في البيم هو استخدامه في الفيلد، بيسمى بيم 360 بيلت، وده نقدر من خلاله نعمل الانسبكشن، يعني يقدر الاستشاري يعمل بيه الاستلام سواء في الكواليتي او في السيفتي من خلال التشيك ليست او الايشوز، بحيث ان الموضوع كله يكون ديجيتال. يقدر الاستشاري يعني كل عنصر بيقول هو مطابق ولا غير مطابق، ولو عنده مشكلة بيرفق المشكلة ويرفق لها صور، ونقدر نطلع كل التقارير المطلوبة، وده شكل عام لكل الداتا الخاصة بالمشروع، ايه المشاكل اللي عندي، ايه الروت كوز بتاعها، لو في مشكلة معينة اقدر احددها واوضحها عندي في المشروع واعمل عليها زي سايت انستراكشن او ايشوز.
الاوتوديسك بلان جريد هو احد التطبيقات اللي هتكون موجودة في الكلاود، وهو بيقدر يمكنني ان انا اعمل ماركابس على الفوتو ده من خلال الجوال. اقدر احط صورة في البلان اللي هو الفيديو اللي على الشمال او على اليسار، نقدر نصور اي صورة ونحدد مكانها على المسقط الافقي. نقدر نعمل شيت كومبير الفيديو اللي في الوسط، بختار اتنين مخطط، وواحد بيعملهولي باللون الاحمر وواحد بيعملهولي باللون الازرق، وبالتالي اقدر اعرف الفرق بينهم. والفيرجن كنترول دايما بيفتح لي النسخة المحدثة، ولو فتحت نسخة قديمة بيكتب لي ان هي دي نسخة قديمة ويحمل لي النسخة الجديدة على طول. نقدر الهايبر لينك ده الفيديو اللي على اليسار، ان انا لما اطلب اللوحة مثلا القطاع يفتح لي القطاع على طول. بانش ليست لو عند الشارع عنده مشكلة او عايز يعمل زي بانش ليست او قائمة لحاجة ناقصة، بيعمل لها اساين لشخص معين، طبعا بيتبعت له ايميل وبيتبعت له رسالة بيقول له ان عندك مشكلة في الموضوع ده، وبيتحط له صورة، وبالتالي يقدر يتابع الموضوع بشكل صحيح. المشاركة مع التيم لو عندي RFI مثلا بحط مكان واحط صورة، وبالتالي بمجرد ان انا شاركها كده بتكون الشركة عند كل التيم، فيقدر التيم يشوف ان انا عندي في الحتة دي RFI، يقدر يضغط على الصورة ويشوف التعديل اللي حصل. البرنامج ده بيساعدني ان انا اعمل تصدير للاسبلت، بيطلع لي المجلدات دي كده، مجلد الشيت ومجلد الفوتو ومجلد الفيلد ريبورتس والدوكيمنت، وبحيث ان هو بيكون عندي كل التواريخ الخاصة بالمشروع اقدر اصدرها، وبقدر احصل بكليك واحدة على انتراكتيف اسبلت، كل الهايبر لينك والصور والماركابس موجودة عندي في المخططات، والمخططات كلها مربوطة ببعض، فأقدر في أي وقت أحصل على كل البيانات الخاصة بالمشروع up to date و accurate. الفيلد مانجمنت بلاتفورم، برنامج فيلد واير، هو أحد التطبيقات الجميلة جدا والبسيطة اللي بقدر برضو من خلالها سواء أشتغل عن بعد أو أربط المكتب بالموقع. نقدر نعمل بلان فيو للبلانز من على الجوال أو على أي تطبيق أو على أي جهاز، اقدر اعمل مارك ابس للبلانات، احدد الملاحظات عندي، وبالتالي الناس اللي عايز تشتغل عن بعد برضو تقدر، خطتها هتكون موجودة مثلا هتترفع والمهندس يراجعها ويحط كلاود، والتاني الشخص المسؤول اللي هيشتغل عليها يشوفها ويعدلها وهكذا. كرييت تاسك ومانج اند تراك تاسك دي احد الاشياء المميزة جدا في الفيلد وير، ان هو نقدر نعمل تاسك معين لشخص معين ونحدد البريوريتي بتاعته ونضيف فيها كل الوثائق اللي احنا محتاجينها، وبتوفر كمان انستنت مسج زي محادثة فورية عن الموضوع ده بين الأشخاص. نقدر كمان نظهرها بالشكل ده كجدول زمني، وبالتالي هقدر أعرف عندي ايه المهام المطلوبة في الموقع. نقدر نعمل جنريت ريبورت لكل الاشياء اللي عندي، ايه التاسك المفتوح، ايه التاسك اللي لازم يتاخد عليه اجراء وهكذا. في كمان عندي كاستم فورمز، اقدر اعمل ديلي ريبورت وانسبكشن ريكويست وار اف اي وتايم شيت وسيفتي اوديت وتايم اند ماتيريال تاكس. ده هنا من على تطبيق الايباد بتظهر لي كل المخططات بكل التاجز والانوتيشن اللي عليها. هنا لما فتحت مخطط قديم قال لي ان هو دي مش احدث نسخة، وبالتالي هو بيكون عندي دايما اخر نسخة من المخططات. اقدر هنا اظهر التاسكات بتكون موجودة عندي على المخطط، وبالتالي انا لو هنا عندي المخطط كلها مربوطة ببعض، واقدر اضيف هنا ملف او صورة لو الحتة دي فيها تعديل، هحط مثلا التعديل واقول ان هنا فيها RFI واعمل كلاود، بحيث كل الناس تكون عارفة لما تيجي تتصفح البلان انه المكان ده في تعديل حصل، وبالتالي ده بيكون واضح لكل الاشخاص. موضوع التاسكات، اقدر اشوف الكاتيجوري اللي عندي مثلا معماري انشائي، اشوف ايه المهام اللي مطلوبة عندي
في اليوم او التاريخ او الشهر day او week او month، وبالتالي اقدر اتابعها. هنا بيكون عندي سواء priority 1 priority 2 priority 3، ولما شخص بيخلص المهمة دي بيعمل لي complete ان هي تظهر عندي، ولو اوكي انا بحطها في الفيروفايد ان او الشخص المسؤول اللي عمل التاسك لو هو العمل خلص بيعمل ان هي فيروفايد. التاسكات شاملة وليها تطبيقات كتيرة الصراحة، زي هنا انا صورت مثلا الموضوع ده وعملت لها اساين لشخص معين وقلت له ان دي بريورتي 1 والكاتيجوري بتاعتها كذا ومكانها في البلان كذا ومفروض تخلص في من كذا لكذا، ونقدر نكتب هنا داشات ما بيننا ونقدر نحط كل العناصر تشيك ليست لو محتاجه يشيك على عدة امور او استلامات للاستشاري والمكان في البلان والوقت والتاريخ ولو ليها تأثير على الكوست والمان باور. بالتالي اقدر احصل على كل على تقارير بشكل تلقائي، ايه التاسكات المفتوحة، ايه الكومبليتد، ايه الفيرفايد، ايه التوتال كام، الكومبليتد كام، ايه الفيرفايد كام، واقدر احصل على هنا من البيوريتي دي. الشخص لو انا عملت مثلا لشخص التاسك المعينة دي هو لما يخلصها بيعمل لي كومبليت بتظهر باللون الاخضر، الشخص اللي عمل التاسك نفسه المسؤول عنها بيراجعها بيشوف لو هي اوكي بيعملها ان هي فيرفايد، وبالتالي تكون الموضوع انتهى. البرامج ايا مكان اللي هتستخدمه هيساعد بشكل كبير في تقليل الريسك وهيزود ال ROI وهيساعد بشكل كبير في يسرع الانتاجية. وبالتالي النصيحة ان هي نحاول نخلي الموضوع keep it simple على قد ما نقدر، الموضوع المواضيع تكون بسيطة. اخر جزء معانا هو جزء كيس ستاديز لمشاريع طبقت البيم، ده برج في الصين زان تاور، عملوا الموديل وبحيث ان هم وصفوا 90% من الكلاش عن طريق البيم كوردينيشن، والريورك قل في الموقع والتعديلات قلت بنسبة 65% بالمقارنة للتراديشنال براكتس او الاساليب التقليديه. هنا في الموقع عملوا الاون سايت انسبكشن باستخدام البيم سواء على الايباد، و سمبليفاي ذا ديفيكولتي عملوا تسهيل للتعقيدات الخاصه وبالتالي قللت الاخطاء ووفرت وقت كتير وقت كبير وزادت الكفاءه من خلال ال 3D scanning data ببرنامج الركاب مثلا. عملوا generate للأسبلت موديل عشان عمليات الانتيريور ديكوريشن، فبالتالي بيقدروا يحصلوا على من خلال ال scanning يحصلوا على الأسبلت بشكل دقيق. مطار المدينة في المملكة العربية السعودية أحد المشاريع الضخمة جدا واللي استخدمت البيم بشكل اساسي. هم كان عندهم تو مين مايلستونز ان هم يعملوا بيم ب ال او دي 500، وان هم يحصلوا على بيم في اللي يستخدمون في الفاسيلتي مانجمنت والاوبريشن، وبالتالي قدروا بشكل كبير باستخدام البيم ان هم يحصلوا على ديتيلد فيجوال اليمنت انفورميشن من خلال البيم. البيم موديل اليمنتس قدروا يحصلوا على كل حاجة، كم عدد الفاميلي المختلفة بتاعتها وكم الانستانس بتاعها كل فاميلي متكررة كم مرة، وبالتالي كان عندهم حصر دقيق وتوصيف دقيق وداتابيز لعمليات الصيانة، وبالتالي استخدموا البيم في عملية التشييد وفي الموقع وفي الصيانة. الليسون ليرند المشاكل اللي قابلتهم والتحديات هي كانت في عمليات التوصيفات أكتر للإلمنت تاج والباركود، استخدموا باركود تاجنج وإلمنت سيريال نمبرز وأزبل شوب درونج نمبر، وبالتالي هم عملوا سيستم ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بحيث إن هم سيستم كود سب سيستم كود ليفل 3 روم نمبر ويونيك اي دي.
وليكن هنا ادوا لكل زون اسمه، وبالتالي استخدموا المشروع بشكل كبير على مدى اللايف سايكل بتاعته من التصميم والتنفيذ، وساعدهم بشكل كبير في الفاسيلتي مانجمنت او ادارة المرافق والصيانة والتشغيل في المشروع. وبالتالي كان عندهم لكل عنصر، كل عنصر عندهم ايه البيانات والمعلومات الخاصة باللازمة لعملية التشغيل والصيانة. شكرا لحسن استماعكم، واتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، ومطلوب من حضراتكم تتابعوا بيم اريبيا الموقع بتاعها وقناة اليوتيوب. وشكرا جزيلا، ونشوفكم في محاضرات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.